السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا كل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. اتكلمنا في حلقات قبل كده عن الفطور اللي في العبادة اللي ممكن يصيبنا، واتكلمنا عن أسبابه وما اتكلمناش عن العلاج. ممكن نعمل إيه لو أصابنا حالة من الفطور؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. ربنا يخليك، ربي يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب، وربنا يكرمك ويسترك ويرزقك يا شيخ أحمد يا رب. يا رب. طيب احنا طبعا اتكلمنا في حلقات قبل كده عن موضوع الفطور في العبادة، وطبعا دي حاجة ممكن تصيب اي حد فينا، يعني مش بعيد عن اي حد فينا، لكن عايزين بقى النهاردة نعرف علاجها ايه. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. احنا دائما نتكلم ان احنا لابد ان نأخذ بالأمر الوسط، يعني بالهدي المقتصد، يعني لا إفراط ولا تفريط. وحتى الله عز وجل لما وصف هذه الأمة كذلك جعلناكم أمة وسطة، فإحنا محتاجين ان احنا ناخذ بكل شيء بقى بالأمور الوسط في المسألة دي، لا نغالي. والمغالاة هي يعني أحد طريق النقيضين، يعني إما أقصى اليمين إما أقصى اليسار. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما تخافوش، كل واحد هيبقى عنده الكسل اللي هو بيصيب الإنسان، وده طبيعي، يعني ده أمر بيعتري الإنسان، بيعتري كل البشر، فما تزعلش، بس إن لكل عمل شرة، همة ونشاط وما إلى ذلك. وكل بقى شرة دي فترة اللي هو بيبقى كسل، بس المهم انت ما تضيعش فرائض ولا تاتي الى محرمات. عارف اللي هو بتبقى يعني بتبقى واحد يقول لك انا عاوز اخفف شويه، انا عاوز يعني يقول لك روحوا عن القلوب مثلا، فكيف تروح عن القلوب؟ بطاعه الله. ما بقولكش انت بتقيم الليل النهارده 20 ركعه، هقول لك يا اخي ركعتين، ما فيش، بلاش خالص النهارده، نام مستريح. بس ما ينفعش ان النوم بتاعك ده يؤدي مثلا الى ضياع فرض، او اللي انت تروح ترتكب محرم، عشان انت بتقول والله يعني ايه ده سعل قلبك وسعل ربك، سعل قلبك وسعل ربك دي ما تنفعش معانا وما تاخدش معانا يعني خالص، ما بتاكلش معانا. لكن سعل قلبك دي اللي هو برضو في طاعه الله. احنا بين سورين يا استاذ دعاء، سورين دول ما ينفعش ان انت تخرج عنهم، لا افراط ولا ايه ولا تفريط. فكتير الناس يقول والله انا ببقى عندي كده احيانا كده ببقى مكبل، ببقى مش قادر. يعني كان أحد الصالحين، وكان الحسن البصري هو اللي يقول الكلام ده، بيقول أنا أعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق الدب. يعني إيه في خلق الدب؟ تلاقي الدب كده بتبقى حارون، عارفة اللي هو يعني يمشيها مش عايزة تمشي. فبيقول كل ده بسبب المعصية، هو يرى ذلك يعني إن ده بسبب المعصية، إن المعصية بتوقف كل حاجة. ولذلك يقولوا كده إنما يكال للعبد كما كال، فإذا أصلح العبد في نهاره كفئ في ليله، وإذا أصلح في ليله كوفى في نهاره. طيب واحد بقى عمال يعصي الله عز وجل في النهار بتاعه، بالله عليك هل ده ممكن يقدر يصلي العشاء أو يصلي حتى ركعتين قيام ليل؟ ما يقدرش. ولذلك قالوا كده لأن أنت عملت معصية فأصبحت عاصي، وسمت كده وصفت بأنك بقى أصبحت عاصي خلاص. والعاصي وقيام الليل شرف، الطاعة بين يدي الله تبارك وتعالى شرف، والعاصي لا يستحق ذلك الإيه؟ لا يستحق ذلك الشرف. فلذلك لابد للإنسان أن يكون عبدا ربانيا، تمام؟ وإنما يكال للعبد كما إيه؟ كما كان. وإذا اطلع الخبير على ما في الضمير فلم يجد إلا هو، أقامك بين يديه سبحانه جل وعلا. ولذلك المعصية بتبقى فيه أثر بقى، بيبقى أول حاجة العلاج ابعد عن المعصية، ابعد عن السيئات. ما احنا أصل احنا كلنا بنغلط، كويس، بس كل بني آدم خطأ وخير الخطائين الإيه؟ التوابون. ربك قال لك على طول الطريق أنت بتعصي مننا، توب إلى الله عز وجل. طيب أنا بأخر التوبة، على فكرة تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، فالتوبة هتبقى توبتان، توبة من الذنب وتوبة من تأخير الإيه؟ وتوبة من تأخير الذنب، فانتبه لذلك. وبعدين اوعى وانت بتعصي الله عز وجل بتتعمد المعصية من باب ما خلاص بقى عادي يعني، واحنا واخدين على كده. حتى ورد كده كان بقى الصالحون رضي الله عنهم يقولوا كده، يا جماعة المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه، والعياذ بالله. يعني لا تجعل أن الله عز وجل يقول لعبد عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. وخلي بالك وأنت بتعصي الله عز وجل ربما ينظر إليك ربنا تبارك وتعالى نظرة فتحرق قلبك، يعني في النظرة دي ممكن تحرق قلبك.
يبقى بسبب غضب الرب سبحانه جل وعلا. ومن يحلل عليه غضبي فقد ايه؟ فقد هوى. يبقى اول حاجه ابتعد عن المعصيه وتوب الى الله واستغفر كثيرا. عشان كده كان سيدنا لقمان يقول كده: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فان لله ساعات لا يرد فيها سائلة. دايما وانت بتعمل ايه؟ اشتغل باللسان. استغفر الله، استغفر الله، سبحان الله، اللهم اغفر لي، اللهم اعف عني، وهكذا. ليه يا سيدي؟ قال فان وشوف ده تربيه الاب للابن. احنا بنعلم اولادنا ازاي؟ يعني بنقول لي ايه لاولادنا؟ هل احنا بنقول لهم كده ولا لا؟ فلقمان الحكيم يقول كده لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فان لله ساعات لا يرد فيها ايه؟ لا يرد فيها سائل. الامر الثاني عشان تبعد بقى عن الكسل والكلام ده، عليك بالاذكار الموظفه. يعني ايه الاذكار الموظفه؟ في انا عندي كده يا جماعه في عمل بين اليوم والليله، في عمل لذكر طاعه لله تبارك وتعالى. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فأنت وانت عايش في الحياة بين الليل والنهار أنت بتبقى في طاعة لله تبارك وتعالى. فأنت عندك حاجة اسمها أذكار الصباح، وعندك حاجة اسمها أذكار المساء، وعندك بين في الأذان لما الأذان يأذن تردد الأذان، وبعد الأذان فبتلاقي فيه ذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. وبين الأذان والإقامة يا أخي فيه دعاء مستجاب، وبين العصر والمغرب خلي بالك ده في أذكار مساء وفي دعوة مستجابة لله تبارك وتعالى، الدعاء مستجاب. فسر ربك تبارك وتعالى وسر ربك أن يوفقك لطاعته. عندك لما تيجي كده فيها سلام بقى، والإنسان لما يقوم الليل ويبقى قبل الساعة كده، فالحديث يقول كلنا نعلم الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. تعرف أنت في حال الذل والخضوع والاستكانة لله تبارك وتعالى تدعو ربك أن يأخذ بيديك، يأخذ بيديك. ادعي ربنا بالطريقة دي، تذلل إلى الله اللي أنت يعني: يا رب نشطني للطاعة، ارزقني حلاوة الطاعة، ارزقني لذة الطاعة، السعادة. لو أنت قبل الفجر بساعة كده أقرب ما يكون الرب من العبد. العكس بقى، أقرب ما يكون الرب من العبد في الثلث الأخير منين؟ في الثلث الأخير من الليل. فمهم جدا يبقى الأذكار الموظفة دي. امسك السبحة يا سيدي، السبحة دي خليك مسكها ما فيش مشكلة، سبح الله عز وجل. عشان السبحة بتقول لك خلي بالك، بتنشطك، يقول لك انت معك سبحة، يعني على طول هتبدأ تستغفر ربك سبحانه جل وعلا. فده مهم جدا. كل ده يعين على الايه؟ يعين على طاعة الله الملك سبحانه وتعالى. الحاجة التانية، ما تشددش بقى على نفسك، بالله عليك ما تشدد على نفسك. مش احنا قلنا ان الدين يسر؟ وطبعا خلي بالنا لما نيجي نتكلم عن يسر هذا الدين والتيسير في دين الله، هو اقسام يعني، عشان بس ما نخرجش عن الموضوع. بس بالله عليك ما تشددش على نفسك. يعني ايه ما تشددش على نفسك؟ اللي هو عليكم من العمل ما تطيقون. يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي انت تقدر، وخلي بالك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ايه الا وسعها؟ يعني تقدر تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتقدر تصلي النوافل، اقدر اصلي النوافل. بس ما تجيش على نفسك تشدد اللي انت ما بين العشاء والفجر تروح قايم الليل كله، او تقول النهارده بص بقى انا عندي نشاط فانا يعني كل يوم هقرا كده 7 أجزاء من القران. يا اخويا هتقع، والله هتقع. فبالله عليك لا تغالي. ليه؟ لان يا جماعه احب الاعمال الى الله عز وجل ما دوم عليه، اللي هو فيها ايه؟ اللي هو الدوام. انت عارف عمل دائم قليل خير من كثير ايه؟ خير من كثير منقطع. ولذلك يعني ما نشددش زي ما قلنا برضو، وكان عمل النبي ديما كده ما نشددش على طبعا نفسنا. كان عمل النبي ديما صلى الله عليه وسلم كان دائم صلى الله عليه وسلم، العمل متواصل. ليه متواصل؟ للنبي ما كان يشدد، والنبي كان، انا قلت قبل كده، كان النبي بيتدخل بقى لما الناس تبدا تشدد على انفسها، كان يتدخل ويقول النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. ليه؟ بيصلي ليه كله وبعد كده ايه؟ تعب وما بقاش يصلي. فانت مهم جدا تخلي بالك من المسائل دي. يبقى اياك وان تشدد على اللي هي المغالاه، اللي انت تجاوز الحد. مجاوزه الحد ده بينقلب الى الضد على طول. فخلي بالنا من المساله دي. زي ما واحد يجي يدخل، ولذلك الله النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ لما نقول ان هذا الدين ايه؟ يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلب. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ يقول بالراحه كده، فسدده وقاربه وابشره. شوف النبي كان يقول كده. طيب عندي حاجه كان استعين بيها، يعني انا مثلا عاوز اقدر اقوم الليل، اعمل ايه؟ ما تنام يا اخويا القيلوله، ما انت عندك القيلوله ما تنام. طب هو اصلا انا مش عاوز انام، انت هتشدد ليه على نفسك؟ بالراحه، اهدى كده واحده واحده، وان شاء الله ربك الكريم ما هيكرم ان شاء الله ركعتين. ما هو نام نص ساعه عشان تقدر تصلي ركعتين، واخد بال حضرتك؟ واحد يقول انا نفسي اقوم صلاه الفجر،
طيب ما خد بقى، يبقى نام بدري. ما ينفعش واحد يجي يقول لي اصل انا بنام الساعه 1 الساعه 2 ما بقدرش اقوم لصلاه الفجر. يعني طب ما طبيعي، ما انت عندك 5 ساعات انت قاعد سهران، انت بتعمل فيهم ايه؟ يعني اقعد نام باخي بقى. ولذلك سبحان الله الحديث رواه الامام احمد في مسنده والطبراني في معجمه، والحديث انا لم اقف على صحته، يعني هل هو صحيح او ضعيف. من قرض بيتا من الشعر بعد صلاه العشاء الى اخره لم تقبل له صلاه تلك الليله. اللي هو معنى انت عارف اللي هو التحذير، انت قاعد بتعمل ايه؟ يعني السهر حتى منهي عنه، انت تعرف يعني ان السهر مكروه، تضيع وقت، يعني تضيع وقت، السهر مكروه، خاصه لما يكون في ايه، السهر مكروه في غير طاعه، في غير منفعه. لكن الواحد بيسهر مع الاهل وبتاع ومش عارف ايه وهو جاي من الشغل يعني، فلازم يقعد مع الاهل ساعه ولا بتاع. او واحد بيسهر في 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 طلب علم، او واحد بيسهر في صلاه، او واحد بيقرا في قران او طاعه لله تبارك، او واحد بيقضي مصالح بين الناس، واخد بال حضرتك؟ كل ده يبقى انت لازم تاخد بالاشياء دي كلها، من دي كلها يعني دي بعض الاسباب اللي هي بتؤدي الى الايه، الى ان الانسان يبقى نشيط، يبتعد عن الكسل، وفي النهايه يلجا الى الله تبارك وتعالى، يستعن بالله. فمن اللي هيعين هو مين؟ الله. هو الله سبحانه تبارك وتعالى. وزيك انا افتكر الاستاذه سهير البابلي. استاذه سهير البابلي انا سمعتها كده في حاجه، انا يعني ايه، انا يعني سبحان الله فكرتني بحد كده، جاريه من السلف، من الصالحات يعني. فهي استاذه سهير بتقول انا لما كنت اجي اقوم كده، اقوم بالليل يعني عاوز اصلي، الفجر بيتغير موعده، بيتغير الساعه 5:10، 5 هوب تلاقيه جاي في الساعه 3، يعني بيجي كده 3 وربع. فبتقول فابجي انام كده، يا رب بقى صحيني في الوقت اللي انت تحبه. هي بتلجا الى الله بالطريقه دي. فبتقول سبحان الله قبل الفجر بساعة إلا ربع أقوم. أنا سمعتها بتقول كده، يعني قبل الفجر بساعة إلا ربع، بقى الساعة الفجر يأذن 3، يأذن 4، يأذن 5، هو خلاص هو يا رب، واخد بال حضرتك؟ تعمل قيام الليل وبعد كده تصلي الفجر. هي بتقول يعني أنا كنت بدأ، بصي بتستعين بإيه؟ بالله، بالله سبحانه تبارك وتعالى، يعني عاوزة تطيع ربنا فتستعين بالإيه؟ به سبحانه وتعالى. الجارية الصالحة كانت بتعمل إيه بقى أستاذة؟ تقول الله، شوفي سبحان الله، ربك وفقك وانت قبتي قبل الفجر وصليت ركعتين لله، يبقى ده بسبب ايه؟ بسبب حبك انت لله تعالى، ولا بسبب حب الله لك؟ حب الله. شوفي ده الفهم بقى. فالجارية كانت تقول ايه؟ تقول اللهم بحبك لي جعلتني يعني اصلي، اللهم لك الحمد فبحبك لي. فالسيد سيدها بيقول لها يا بنتي انت ايه اللي بتقوليه ده؟ غلط الدعاء. فتقولي ايه؟ بيقول لها اما تيجي تدعي ادعي صح. تقول له الدعاء صح ازاي؟ اللهم بحبي لك، واخده بالك؟ فتقول له لا بحبه لي. فيقول لها لا العكس. فيقول لها انت بتقولي كده؟ قالت له اسكت انت مش فاهم، لولا حبه لي ما اقامني بين يديك. هو اللي بيحب، اللي بيحبش حد يخليه يقف قدامه؟ لا طبعا، ده هو فتح لي الباب، معنى كده ان هو ايه؟ ان هو بيحبني. سبحان الله. طب ناخد اول تليفون. بسم الله. مروة اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. الحمد لله، ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يحفظك. كنت عايزه اسال حضرتك، دلوقتي الشباب مثلا لما بيلعبوا مع بعض كوره او اي حاجه، وبيتفقوا من الاول ان اللي الخسران هو اللي هيتحمل ثمن الايجار بتاع الملعب، او هيحاسب على المشاريب وهم قاعدين او اي ما يكون، الكلام ده بيبقى صح ولا بيعتبر في الرهان اللي هو داخل في السكه الحرام وكده؟ حاضر يا فندم. هو ما فيهوش حاجه حرام يعني، وفي الاخر بيلعبوا. لو يعني لو هم اتفقوا من الاول ان الخسران يدفع مثلا يعني الايجار او يعمل كل على حاجه. انا فاهم أو السؤال، لكن هو ما بين الاولاد والاطفال والكلام ده ما فيهاش مشكله ان شاء الله. ما فيهاش مشكله ان شاء الله. تمام. طيب نرجع بقى ايه ونكمل تاني موضوع الفطور. طيب انا عندي بس النهارده بنقول مش بنقول بقى الاسباب، بنقول العلاج، اعمل ايه؟ ما هو من ضمن كل ده على فكره من العلاج اللي احنا بنتكلم فيه في المسائل دي، يبقى اول حاجه اللي انا البعد عن معصيه الله تعالى. تمام. الامر الثاني اللي هو خلي بالك في الاوقات اللي هي الاذكار الموظفه اللي انت تبقى خلي بالك منها. يعني انا دلوقتي عاوز ما بقاش كسلان، مش عاوز ابقى عندي فطور، واحنا قلنا الفطور اما الكسل والتراخي وده ادناه، وبعدين الاقصى اللي هو يؤدي الى الانقطاع التام. طيب الحاجه الثانيه، لو انا لقيت بقى واحد هو انقطع بالفعل، اعمل معاه ايه؟ واحد انقطع تماما عن طاعه الله، اعمل معاه ايه؟ كيف ادعوه الى الله عز وجل؟ من الاسباب اللي انت تنصحه بالحسنى، يعني الله عز وجل يقول ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالموعظه، بالحكمه والموعظه الحسنه.
هي حكمة ولا لكمة؟ حكمة. اللي انت تعنفه؟ لا بالراحة، كل حاجة بالراحة. بالراحة. يبقى بالحكمة. طب والحكمة هي ايه؟ فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ايه؟ على الوجه الذي ينبغي. شوفي، كان سيدنا واحد قاعد مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان بيشرب الخمر. يعني هو يعني ترك عمر مجلس عمر وبدأ يشرب الخمر. بيسأل عليه سيدنا عمر هو راح فين وبتاع، قاعد بيشرب الخمر. وبعدين اتكلموا تقريبا اللي هم شددوا على الرجل في غيبته، يعني هم بدأوا يتكلموا بألفاظ قاسية. فسيدنا عمر زعل قوي من الموقف ده، بس عاوز يعلمهم. فيعلمهم نظري ولا عملي؟ يعلمهم عملي. فكتب من أمير المؤمنين، من عمر بن الخطاب إلى فلان، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير، والسلام. فالراجل قعد يقرأ الرسالة ومش فاهم حاجة، فبدأ يقول لغاية ما فيه. قال عمر: أعلمني أن لي ربا يغفر الذنب إن تبت إليه، وأن لي ربا شديد العقاب إن لم أرجع إليه. اللهم إني أشهدك أني تبت وأستغفرك. وبعدين الراجل تاب وأناب وعاد إلى سيدنا عمر. سيدنا عمر حب يعلم بقى الناس، يقول لهم: بصوا، الدعوة إلى الله عز وجل بيكون إزاي؟ هكذا: إذا وجدتم أخاكم قد زل زل فقوموه هكذا، ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. جميلة. معنا تليفون. أستاذ صلاح، أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. استفسار لو سمحت من فضلك. تفضل يا فندم. هل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون سبب، استنادا لفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حضرتك بتتكلم على الجمع بس، مش الجمع والقصر، صح؟ الجمع بس. ايوه تمام. وهل الجمع ده مده متصله ولا لوقت محدد؟ يعني قصدك مره يعني، ولا برجع تاني اذكر من غير عذر؟ ايوه ما فيش عذر واضح، لا مطر ولا برد ولا اي شيء من الاعذار، او على سفر او هي من هذه الاعذار. طب خليك معايا يا استاذ صلاح بس بعد اذنك. معاك يا فندم. انت حضرتك بتقول هل يجوز الجمع بين الصلوات الاربع؟ لا، الظهر والعصر يعني ممكن والمغرب والعشاء. ايوه يعني حديث في كل في وقت. يعني انت يعني بناء على الظهر جمعت العصر بناء مع بناء مره يعني بناء صح؟ بناء على حديث ابن عباس. ايوه صح كده. ايوه يا فندم. اراد الا يحرج امته. اراد الا يحرج امته. نعم. هل انا لو انا يعني هل ده لفتره محدده، ولا ان انا لو انا عملتها على طول، يعني انا في سني مثلا تجاوزت 60، فاصلي الظهر واصلي مع العصر، اصلي المغرب واصلي معها العشاء. حضرتك بقى عايز تسال يعني ده ينفع لو مره ولا لا، ولا ينفع على طول مستديمه؟ تمام. ولا لفتره محدده؟ او يعني مش يعني عايز اعرف حاضر يا فندم. يعني ايوه القواعد بتاعتها رأيك. ايه حاضر. تمام. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. شوفي، هو الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلى الله عليه واله وسلم في غير عذر ولا مطر. فلما سئل ابن عباس قال اراد الا يحرج امته صلى الله عليه واله وسلم. لكن هنا لما نيجي نفهم الحديث، نقف عند الحديث، نفهم الحديث الاول. السؤال: هل نفهم الحديث من خلال فهم الأئمة رضي الله عنه، ولا من خلال فهمنا نحن؟ نروح نرجع للأئمة الكبار عليهم رحمة الله. هو أنتوا قصدكم إيه بالكلام ده؟ أولا، هو إيه المراد بالجمع؟ هل الجمع هو جمع حقيقي؟ يعني مثلا أنا أروح جايب الظهر والعصر، فأروح مقدم العصر، خلي بالك بس، مقدم العصر مع الظهر الجمع ده، انت تقصد كده، واروح جايب العشاء مقدمها لغايه المغرب في الحته دي بالذات اللي هو ما فيش سبب. يعني ايه سبب؟ يعني ما فيش سبب سفر، خلاص ما فيش سبب، اللي هو زي وقفه عرفه مثلا، ده دي الاسباب. هل اعمل كده ولا لا؟ فننظر الى الائمه الاربعه اهو تاني اهو، ننظر الى الائمه الاربعه. يقول لك خلي بالك، الجمع ده هو ان يصلي كل صلاه في وقتها. طب امال الجمع ازاي؟ قال لك لا، ده هو بيروح واخد الظهر، دي الظهر بيأذن الساعة 12، واخد بال حضرتك، والعصر بيأذن الساعة 3، فيروح مأخر صلاة الظهر لغاية الساعة 3 إلى 5، يدوبك يقول السلام عليكم من هنا فيسلم، فيروح داخل العصر مصلي مع العصر، فده اسمه جمع. أيوه بس الجمع ده مش حقيقي. قال لك أيوه، ما هو ده مش جمع حقيقي. أمال العلماء قالوا إيه ده؟ قالوا اسمه جمع صوري. جمع إيه؟
صوري. قال لك فالمراد في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه الجمع هنا الجمع الصوري مش الجمع الحقيقي. ايوه لا بس هو سؤاله على ان هل ممكن معنى هو ده الحديث معنى شرحنا للحديث ده فينفع بقى اروح جايب انا العصر هل هو النبي عليه الصلاه والسلام راح جايب العصر ومصليها مع الظهر وهو قاعد في الحضر صلى الله عليه وسلم من غير اي سبب لا ما حصلش ده ما حصلش خالص على الاطلاق واخد بال حضرتك وما فيش دليل يقول الكلام ده ما عنديش ادله ابدا تقولي الكلام ده يعني الجمع لازم يكون ليه جمع سبب الجمع الحقيقي الجمع الحقيقي له سبب. بتقديم العصر مع الظهر او تاخير الظهر مع العصر او العكس مع في المغرب والعشاء ده له سبب في سفر او فين او في وقفه عرفات خلاص اللي انا بقى الظهر وعصر بقدمهم والمغرب والعشاء باخرهم في عرفات لكن الحديث ده حديث ايه يا اخوانا قال لك الحديث ده يا مشايخ ده الحديث ده الجمع هنا جمع صوري جمع ايه صوري وهذا راي مين راي الاربعه تمام. يعني راي الائمه الاربعه رضي الله تبارك وتعالى لكن هو بقى الشق الثاني من سؤاله ان علشان السن السن ما لهوش علاقه بالصلاه ملهاش لا 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 يصلي هنا كل حاجه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي لما سئل اي الاعمال احب الى الله عز وجل قال الصلاه لوقتها صلى الله عليه واله وسلم الصلاه لوقتها وسيدنا جبريل لما نزل على النبي عليه الصلاه والسلام حتى يعلمه الصلاه صلى النبي الظهر في أول الوقت وتاني يوم صلى الظهر في آخر الوقت خلاص ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما بين هذين وقت يبقى ده الوقت اللي هو من 12 ل 3 ده اسم وقت الايه الظهر على حسب يعني الوقت الاذان مش 12 ل 3 عموما لا 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 انا ما انا انا مثال كان مثال اللي هو لو كان الظهر بيدن 12 والعصر بيدن يعني قصدي من اذان الظهر لغايه اذان العصر يعني هو ده الوقت يعني ما بين ما تتلخبطش ده ما بين هذين ايه ما بين هذين وقت تمام لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع كان النبي يداوم على ذلك؟ لا ما كانش يداوم على ذلك عليه الصلاة والسلام ما كانش بيداوم على إيه؟ على ذلك ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال أراد أن لا يحرج أمته يعني أراد يعني ده اللي مرة ده يعني مرتين ثلاثة لكن الأصل إيه؟ الأصل أن الصلاة الوقت طب لو أن إنسانا صلى الوقت في غير وقت يعني خرج وقت صلاة الظهر قضى هيبقى قضى طب وعليه إيه؟ وعليه الإثم تمام. خلاص تمام. لكن هل يجوز جمع الصلوات الخمسة كلها أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء مرة واحدة في آخر النهار كده لو كان لعذر أنا ممكن أعملها عملها النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما كان في إحدى الغزوات صلى الله عليه وآله وسلم فجمع صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام بشكرك جدا يا شيخ في نهاية الفقرة وربنا يكرمك شكرا ليك ومشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء وبنتكلم مع الشيخ أحمد علوان عن الأعمال اللي بتظلل صاحبها يوم القيامة واللي متابعنا عارف طبعا ان احنا كده بدأنا في سلسلة بقالنا فترة طويلة وده دليل ان الأعمال اللي ممكن تنجينا كتير فمحدش لي حجة برحب بضيفنا الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف أهلا وسهلا أهلا وسهلا سيد عم حب حضرتك أهلا ربنا يكرمك احنا طبعا مكملين الحلقات بتاعتنا والسلسلة بتاعتنا مين انواع الناس اللي هيعملوا اعمال تخلي كده كرم ربنا عليهم انه ان شاء الله ينالوا ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظل اللهم امين بسم الله الرحمن الرحيم من اخر مرة تكلمنا عن العمل رقم 16 اللي لو حد عمله وركز فيه وحافظ عليه سيظله الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظل وقلنا كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم أن سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه يا رب من هم أهلك الذين تظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك قال يا موسى هم الطاهرة قلوبهم الندية أيديهم وتكلمنا عن حديث القرآن عن القلب وذكرنا بعض الآيات القرآنية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو
لما بيسألوا أي الناس أفضل قال صدوق اللسان مخموم القلب، قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. قلنا ليه احنا بنتكلم عن القلب؟ قلنا عشان ثلاث حاجات. المرة اللي فاتت ذكرنا حاجة واحدة، ان ده محل نظر الله سبحانه وتعالى، والحديث اللي كلنا نحفظه عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب بتاعك هو المحور، هو الرمانة، هو الميزان عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد ليه القلب؟ لأنه محل نظر الله سبحانه وتعالى. اتنين، لأنه به تدور حوله الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وانا نيتي انا بنويها بقلبي. انا مثلا نيتي حاجه حلوه، خلاص ستجازى على هذا. نيتي لا مش حلوه، ستجازى ايضا على هذا. كل واحد حسب نيته، تمام. والنيه هي يعني زي ما بيقولوا كده هي الدافع، هي التي من ورائها يؤجر الانسان. وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال نيه المرء خير من فعله صلى الله عليه وسلم. بكر المزني أحد السلف يقول ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. يبقى سيدنا أبو بكر الصديق ما سبقش وما كانش رقم واحد إن هو كان بيصلي أكتر منكم ولا بيصوم. ممكن في ناس من الصحابة بتصلي وتصوم أكتر من أبو بكر، لكن الفارق اللي كان عند سيدنا أبو بكر الصديق إن في حاجة وقرت في قلبه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وما ننساش إنه أفهم الأمة. يعني إيه أفهم الأمة؟ يعني أكثر الناس فهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ننساش إنه الوحيد الذي لم يتلعثم لسانه عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة صدق رسول الله، الوحيد اللي ما قالش ولا اعترض ولا يعني بمجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام أسلم على الفور سيدنا أبو بكر الصديق. يبقى ده شيء برضه يدل على نقاء قلب سيدنا أبو بكر الصديق. يبقى قلنا ليه القلب؟ لأنه محل نظر الله، ولأنه هو ميزان الأعمال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا النبي قال له وثيابك فطهر. بعض المفسرين يقول مقصود بالثياب هنا يعني القلب والنية. طهر قلبك وطهر نيتك. رقم ثلاثة، ليه القلب؟ لأنه سر السعادة. الإنسان بقلبه إن كان طاهرا وإن كان سليما وإن كان نقيا وإن كان تقيا فقلبه يتسبب في سعادته. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللي يأتي الله سبحانه وتعالى بقلب سليم هو ده الذي نجا. القلب السليم بقى اللي هو ما فيهوش أضغان، ما فيهوش أحقاد، ما فيهوش شرور، ما فيهوش رياء، ما فيهوش كبر، ما فيهوش نفاق، ما فيهوش حسد. حد كده قلبه نضيف للناس كلها، تمام. ده يكون سعيد، اللي قلبه نضيف ده يعيش مرتاح صح. لكن شايل من ده ومستقطر على ده وبيحقد على ده ومدخل نفسه في حياة ده وبدخل ده في حياة الناس كلها ده لا يسلم، ده بيتعب طبعا. ده والله بيتعب نفسه، بيتعب نفسه انه شاغل نفسه بغيره. لا يشغل نفسك بنفسك اولى بك، تمام. يبقى سر القلب ليه؟ لانه سر السعاده. ان لله سبحانه وتعالى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله سبحانه وتعالى انيه في الارض وانيه ربكم قلوب عباده الصالحين واحبها اليه الينها وارقها. افضل القلوب لربنا سبحانه وتعالى القلوب اللينه، القلوب الرقيقة. طيب واحد بقى يقول لك طب أنا بعد ما سمعت الكلام ده أنا عايز أجدد قلبي، عايز أعمل له نظافة كده وعايز أكنس الحاجات اللي فيها وعايز أبقى مخموم القلب، علشان النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس الجميلة الناس الكويسة أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. طب أنا عايز بقى أنظف قلبي وعايز يبقى قلب نظيف وطاهر وسليم ونقي ما فيهوش إثم ما فيهوش غل. أول حاجة، أربع حاجات مهمة قوي. أول حاجة لما تعوز أي حاجة قول يا رب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني أي واحد بيشوفنا دلوقتي وأي واحدة بتشوفنا دلوقتي تدعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب جدد الإيمان في قلبي. والكلام ده مش بالكلام،
يعني أنا مش كلام هقوله خلاص ولا دعوة، لا. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم الدعاء، أهم حاجة الدعاء يطلع من هنا، فادعوا الله مخلصين له الدين. ولذلك ممكن يكون حد بيشوفنا يقول لك: أنا ما دعيت وربنا ما استجاب. ما هو الدعاء ليه ضوابط، ليه شروط، ليه آداب. أول حاجة أنك توقن بالإجابة، واحد. اثنين، أنك تكون مخلص في دعائك. ثلاثة، أنك تكون على ثقة أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. أربعة، أنك تكون ما بتاكلش حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هب يا أستاذة دعاء أن واحد أو واحدة بتاكل ربا، أو بيأكل رشاوي، أو بيأكل أموال الناس بالباطل، أو بيظلم الناس، أو دخل في شراكة مع واحد ونصب عليه ويجي بعد كده يدعي وربنا يستجيب له؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لخاله سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال له: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يبقى شرط إجابة الدعوة الحلال. الحلال. ولذلك ممكن واحد يبقى شقيان وتعبان ويطلع الساعة 7 الصبح، يرجع 7 بالليل، وطول النهار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما قال أبو هريرة: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني تعبان من السفر ومن الشغل، مطعمه حرام، مشربه حرام، وغزي بالحرام، ولما يجي يرفع يده يقول: يا رب فأنا يستجاب له. فأنا يستجاب إزاي؟ ليه بقى؟ لأنك دخلت حرام. لما تيجي تتكلم وتنطق وتتلفظ وتقول يا رب، أنت بتطلع حرام، أنت لازم تنظف جوه الأول. طبعا. تمام؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى رقم واحد لو أنا عايز أجدد الإيمان في قلبي، أنا أدع ربنا سبحانه وتعالى. اثنين، قراءة القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هو دي المعايشة، دي المعايشة لما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن، ما قالش فاسمعوا، قال فاستمعوا. هو في فرق؟ طبعا، الحرف في القرآن له دلالة. فرق بين اسمع واستمع ان الاستماع فوق السماع، يعني في تركيز اكتر. لما تسمع القرآن ما تبقاش زي بتسمع نشرة اخبار او بتسمع خبر عابر، لا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، فاستمعوا له. وبعد كده اكد، قال: وانصتوا لعلكم ترحمون. تركيز، يعني تركيز، يعني ما قالش فاسمعوا. ليه؟ لان السماع زي ما قلنا حاجة كده معدية، لكن استمع للقرآن الكريم، عيش مع القرآن الكريم. ولذلك أنا بعيب جدا على اللي بيحصل في الصرادقات والمآتم والتهليل والهيصة، ويما يحكى لي أن بعض المشايخ بيجيب واحد علشان يهلله ويعمل هيصة والله واحد، حاجات دي موجودة على السوشيال ميديا، حاجات محزنة. واحد مرة بيرفع المطوى على الشيخ، قال له: والله لا تعيدها تاني. طب هو أنت دي معايشة للقرآن؟ انت كده مش معايشة مع القرآن. انك افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن انك زي ما سيدنا أسيد بن حضير مرة بيقرأ سورة الكهف فبيقول: كانت فرسي مربوطة بجواري، فرسي مربوطة بجواري وابني يحيى نايم جنب الفرس، فكنت كلما أقرأ تجول الفرس، أسكت تهدأ الفرس، أو عاود قد تتحرك ليه الفرس، فخفت على ولدي فتوقفت ورأيت سحابة ترتفع إلى السماء. بعد ما خلص بيبص فلا إيه حاجة بتطلع فوق. تاني يوم يروح للنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي له، قال له: يا أسيد اقرأ أسيد، إنها الملائكة نزلت تستمع لكلام الله. فالحصان شافهم فخاف. خدت بال حضرتك؟ شوف، ده التدبر، دي المعايشه، هو ده القران. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول: انكم لن تتقربوا الى الله سبحانه وتعالى بشيء احب الي مما خرج منه. واحنا كنا بنتكلم قبل كده لما قلنا ان افضل الاعمال الاعمال القليله بس نداوم عليها، جيش تقرأ القرآن كله 30 جزء في يوم أو اثنين وتقعد، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا القرآن، يعني خلي ليك معايشة مع القرآن. ويا عم بلاش تقرأ جزء اللي هو 8 تربع اللي ممكن ياخد منك نص ساعة ولا أكتر، ما أنتش فاضي أو كده، اقرأ ربع، كتش منك دقيقتين. مرة عملت مقطع قلت إن الأربع تربع ياخدوا 10 دقايق، الربع ياخد دقيقتين ونص، فأربع تربع ياخدوا 10، الأربع تربع يعني حزب. يعني أنا لو ظلت على كده كل يوم أقرأ 10 دقايق هختم القرآن في شهرين.
فين ده من حياة الناس؟ يعني بدل ما هو منكفي على الهاتف ويقعد يقلب في اليوتيوب ومقاطع الفيس والسوشيال ميديا هنا وهنا ولايكات وبوستات وحاجات، أو لا يعني القرآن العشر دقائق من الأربعة وعشرين ساعة حاجة لا تذكر، وانت تقدر في العشر دقائق انك تختم القرآن زي ما قلنا على مدار ستين يوم او على مدار شهرين. فالمعايشة مع القرآن ديت بتخلي القرآن بتخلي القلب يبقى نقي وطاهر. رقم اثنين، رقم ثلاثة الذكر. الذكر ده جميل، اجمل حاجة ان الواحد يعيش مع الذكر وما يضيعش وقته ابدا. صحيح، طول ما احنا قاعدين ساكتين نسبح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا، لما جاء رجل من الحسن البصري يشكو له قسوة قلبه، قال له أذبه بالذكر. عايز تدوب قلبك، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، وما في عيب ولا خجل ولا حرمة ولا حاجة، بالعكس هي من المعينات على ذكر الله. عشان ممكن يطلع واحد يقول لك لا السبحة دي بدعة، لا مش بدعة ولا حاجة، حاجة جميلة وتعينك على ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى معاك حداد كده في 100 حباية، تقعد تخلص 100 وبعد كده تخلص 1000 وهكذا. الذكر ده فعلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كان بعض الناس يعني كل ما زي هو اللي هو ابو مسلم الخولان احد التابعين، كل ما الناس تشوفه تلاقيه عمال بيتكلم كده، حاسس انه بيكلم نفسه. ففي شاب بيقول له كده: امجنون انت يا عماه؟ كل ما اشوفك قال له لا، هذا دواء الجنون. اللي هو ايه؟ انا بذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبذكر ربنا كتير، استغفار، تسبيح، تكبير، تحميد، تهليل، صلاه على سيدنا النبي، كل ده انا مشغول بده. يقول لك ان كان سيدنا ابو هريره له 12,000 تسبيحة في اليوم. 12,000 تسبيحة في اليوم. وبعدين لما نقعد نبص للذكر، دايما بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى والله بيحبنا وعايز يدخلنا الجنة. لما يقول لنا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. شوفي 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 الثواب. طب سبحان الله وبحمده، 3 ثواني اتغرست نخلة. جميلة داخله. واحنا عندنا في الدنيا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ لقاب قوس احدكم، قاب قوس يعني انا لما اعمل كده رمح واقعد اشد حاجه، ده كده متر متر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لقاب قوس احدكم في الجنه، المتر في الجنه خير من الدنيا وما فيها. وانا سبحان الله بحمدي اتغرست بيها نخله في الجنه، في 3 ثواني اغرس نفسي نخله في الجنه. وانت لو عايز تتقل الميزان بتاعك، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جميلة، والتسبيح ده فعلا جميل، ولازم كلنا ما نضيعش وقتنا طول ما احنا قاعدين فاضيين نسبح ونذكر ربنا، لان احنا اللي هنستفيد في الاخر. اجعل اوقات الانتظار تسبيح واستغفار. فعلا جميل. طيب دلوقتي احنا طبعا لسه هنكمل في الحلقه الجايه ان شاء الله بإذن الله. ودلوقتي نشوف اول تقرير من تقارير انجازات مؤسسه سقيا الماء. وكالعادة زي ما تعودنا في المؤسسة عندنا ان احنا دايما بنطمن قلبكم. ازاي بنطمن قلبكم؟ ان احنا كنا على طول بنيجي ونقول احنا بنعمل عبار بتخلي الصدقة بتاعت حضرتك تستمر 100 سنة. طب ايه دليلكم يا مؤسسة سقيا الماء على الكلام ده؟ هو البير ده، بير من ايام الرومان، المساحة بتاعته 2550 متر مكعب. البير ده بيخزن امطار. هو عبارة عن ايه او ليه عاملين البير ده، او البير ده من ايام الرومان بيخدم على مين؟ اول حاجه هو في اوطى مكان في القريه او في الصحراء. طب ليه في اوطى مكان في الصحراء؟ حاجه اسمها مجرى السيل. مجرى السيل هنا بيهدر يعني كميه ميه كبيره جدا كل سنه، فعلشان كده بيتعمل الابار اللي زي دي علشان تخزن الكميه الكبيره اللي تنزل هنا. بعد ما بتخزن الكميه الكبيره دي من الميه، بيبدا يجي الاهالي يسحبوا الميه من جوه الابار دي بفناطيس الميه ويحولوها على الابار بتاعتهم. يبقى احنا عندنا اول حاجه ده مخزون كبير جدا لكم من الامطار اللي بتنزل للابار بتاعتنا. يعني انا النهارده لو عندي مثلا بير 100 متر المؤسسه عملته في مكان او اي قريه من هنا، اللي بيجيب الميه منين؟ حاجتين:
قلنا قبل كده من محطات التحلية اللي احنا عملنا بروتوكول علشان نقدر نخزن الامطار بتاعه الصيف او الشتاء يعني تنضاف فيها جوه الصيف والابار اللي زي دي. فعلشان كده احنا الفتره دي كمان ركزنا على الابار بتاعه الرمان بالمساحات الكبيره دي عشان يكون عندنا مخزون دايم ومستمر للناس بتوعنا واهالينا وابارنا. احنا بنكون حريصين جدا جوه المؤسسه ان احنا نطمن على الصدقه الجاريه بتاعه حضرتك ان هي دايما شغاله ودايما الخير مش يعني مستمر معانا. تعالوا معانا بقى ننزل نشوف البير بالمساحه الكبيره قوي ونتخيل مع بعض كم الميه اللي ممكن يكون في المساحه دي عامل ازاي. تعالوا معانا ننزل ونتفرج على البير من تحت. متعود دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم بقعد اقول اعداد، بس بصراحه بعد ما نزلت للبير هنا وشفت المساحه الكبيره كده حاجه كده جت في قلبي وجت في دماغي حبيت اقولها لحضراتكم. هل ربنا النهارده هو فعلا يعني راضي عننا بالطريقه دي ان هو يجعلنا سبب ان احنا نظهر البير ده بالعدد الكبير قوي ده لحضراتكم؟ بير بمساحه 2550 متر مكعب. البير ده بيشيل مقدار من الميه 2550 طن ميه. حضرتك متخيل الكم من الميه الكبيره قوي ده ان هو هيجعل لينا حسنات كبيره قوي كده؟ تخيل كام بير بيتخدم من هنا. طيب تعالوا بقى نقول تفاصيل البير او البير او المساحه الكبيره دي كلها بتخدم مين او ليه مؤسسه سقيا الماء النهارده جايه تعمل البير ده. بسم الله. اول حاجه معانا البير ده بالمساحه الكبيره ده بيخدم ثلاث قبائل او هي قبيله واحده انا اسف بفروع كتير. طيب بتخدم ازاي القبائل دي؟ عن طريق الابار اللي هي موجوده جوه الكره دي او جوه القبائل دي او عند القبائل دي. بنبدا نسحب من هنا، بنسحب عن طريق فنطاس ونملى الابار. يعني حضرتك بتكون شريك في كم كبير جدا من الابار، 2550 طن بيتملي بيهم ابار كتير جدا جدا، حضرتك بتاخد بيهم ثواب. دي حاجه. حاجه تانيه للمتبرعين بتوعنا اللي كانوا قلقانين على الابار بتاعتها في الصيف، بيسألونا دايما احنا ازاي هنملى البير بتاعنا من هنا. البير بتاعنا النهارده لما الصيف يجي والمطره تبطل تنزل فما بنلاقيش حاجه نعملها او ما بنلاقيش مصدر يملى بيه البير بتاعنا، فبنروح يا اما نروح على شركه الميه او نيجي هنا. هنا بيكون مليان بمساحه كبيره جدا من الميه، احنا بنعمل اللي علينا، ناقص حضراتكم تحطوا ايديكم في ايدينا وتشوفوا الارقام دي تتصلوا بيها وتقولوا احنا عايزين نكون شريك في البير الكبير ده، عايزين نكون شريك في البير اللي بيغذي كم كبير جدا من الابار. 2020 خلصت النهارده واحنا بنقول معانا 650 بير ومعانا مساحه كبيره جدا هتخدم على الابار دي كلها. ربنا يجازيكم خير. تعالوا معانا بقى نشوف البير ونتخيل مع بعض الميه لما تكون مليان هيكون عامل ازاي والخير فيه عامل ازاي. صدقتك وزكاتك مع سقيا الماء هتوصل المية لكل محتاج. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا مع مشاهدينا التقرير وهو البير الروماني، وقلنا طبعا في حلقة قبل كده انه البير ده عمره اكتر من 1000 سنة. صحيح، بير قديم جدا، واجمل حاجة انه مساحته كبيرة ما شاء الله، مساحة حوالي 25 بير، مساحة البير 100 طن، يعني ال 100 طن او ال 100 متر مكعب في ال 25 بير يدينا 2500، دي مساحة كبيرة وحاجة ما شاء الله. يعني كان للمؤسسة السابقة ما حدش عمل حاجة زي كده، وبدليل أنه مهجور والأهالي حاولوا أن هم يعملوه لكنهم لم يستطيعوا، فأقبلت المؤسسة على أنها تنهي هذه المهمة إن شاء الله حتى يكون أكبر
خزين، أكبر خزين للمياه في المنطقة، لأن البير ممكن يبقى مثلا كل واحد حفر بير قدامه، أو إحنا نروح نحفر له بير مثلا 100 طن ولا حاجة، يقعد معاه شهر يقعد معاه شهرين فما فيش مطرة، فيبقى في خزين في البير الكبير، تيجي العربيات عربيات المياه وتسحب من البير الكبير ده اللي فيه 2500 متر أو 2500 طن ويودوها للناس في الأبار الصغيرة اللي ربما يعني نفذت ومحتاجين ان هم يستعملوا الميه. طيب ربنا يكرمكم ويتقبل. الله يبارك فيك. ربنا واحنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدينا. مشاهدينا معاكم مرة تانية وبنتكلم على مؤسسة سقيا الماء وشغلها على الأرض وإنجازاتها ما شاء الله. طبعا المؤسسة أصلا بدأت بقالها يعني سنة، لكن الحقيقة إنجازاتها كتيرة جدا، وبدأت بفكرة سقيا الماء وعاملة أفكار يعني متطورة للأبار وجديدة، ولكن كمان اتفرعت لشغل خير وشغل لله مختلف كمان عن المية. الحمد لله رب العالمين، وده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ان لما يتفتح باب خير مش هنقول لا. يعني احنا المشاريع الصغيرة دي برضو كانت فكرة مطروحة واهتمنا بيها، عملنا 10 ابراج حمام للناس في مطروح، وزيها فران غاز وماكينات خياطة للناس في اسيوط بناء على طلبات المحافظين، دي حاجات مناسبة للأهالي. والمشروع صكوك النخيل ده برضو حاجة جات مؤخرة، والحمد لله الحمد لله تؤتي ثمارها، ومن توفيق ربنا سبحانه وتعالى استاذ علم ما تروحي مثلا تاخدي مكان، فربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا بثلاثة أماكن. يعني احنا الفكرة لما كنا قابلنا اللواء محمد الزمرط محافظ الوادي الجديد، احنا رايحين عشان نعمل بير أو محطة، فهل أنا أقترح عليكم حاجة ما تزرعوا نخيل وجنبيه المحطة وجنبيه البير، ونعمل زي قرية تمام، ونشوف أفقر الناس أو أعوذ الناس ويسكنوا في القرية دي ويعيشوا في المكان ده، يعمروا يزرعوا وتعملوا انتوا البذرة دي. فالفكرة راقت للمؤسسة والقائمين عليها فقالوا بها ونعمت، وبدأنا بعد كده لما لقينا المحافظة الوادي الجديد بعيدة سفر 10-12 ساعة، طيب والناس اللي عايزه تعمل صك نفسها تشوف الصك بتاعها صك النخيل بعينيها، فخدنا وادي النطرون اللي هي بعيد عن القاهره حوالي ساعه ساعه ونص بالكثير، علشان اللي عاوز يشوف الصك بتاعه يشوفه. وبفضل الله لما رحنا وادي النطرون مره واثنين كان في ناس من المتبرعين او من المساهمين والمتصدقين جه وشاف ده بنفسه وانشرحت صدره. خدنا مكان ثالث علشان برضو لما بندور على اماكن، واماكن مناسبه جدا لزراعه النخل بالإضافة لوادي الجديد ووادي النطرون، خدنا في سيوة، وبلح سيوة طبعا يعني غني عن التعريف. دي كلها حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيفتحنا. وبرضو عملنا قريب قافلة طبية لمبادرة حياتي، وأنجزنا حوالي 55 عملية مية بيضة في لأهالينا في الصعيد، وده برضو من توفيق ربنا سبحانه وتعالى. وفي حاجة جديدة بقى، أن مشروع غصن الخير اللي هو بتاع شجر الزيتون، ده بقى مشروع جديد مؤسسة سقيا الماء هتعمله، زي برضو نفس فكرة وقف لله النخل بس بطريقة تانية. شجر الزيتون معروف يطلع زيتون، يطلع زيت زيتون، وفضل المؤسسة حريصة أنها تجيب أجود حاجة وبأسعار كويسة. الصك ب 3000 جنيه، في حوالي من 40 ل 50 شجرة بس، لو اتزرع دلوقتي هيحصد ثماره بعد سنتين 3 سنين من الشجر برضو المعمر، والريع بتاعه زي النخل هياخد يدخل في مشاريع الخير أو على الفقراء، أو احنا برضو هنعمل زي استمارة كده يا سيدة دعاء، والمتبرع يقول أنا عاوز الريع بتاع الصك بتاعي بتاع الزيتون تدخلوه في حاجة، لو هو اختار حاجة معينة فنحن مؤتمنون على هذا، قال أنا عايز والله تودوه للأرامل خلاص، يبقى الريع بتاع فلان ده يروح للأرامل. والله يا جماعة أنتوا تولوا الموضوع وشوفوا أكثر الناس اللي محتاجة مثلا، أو تنوعوا الريع بتاعي فاعملوا. يعني الفكرة في إن اللي هيقول عليه المتبرع أو المساهم بصك في غصن الخير إن شاء الله المؤسسة تنفذه وتقوم عليه بإذن الله.
ربنا يكرمكم ويتقبل. وطبعا ارقام تليفون مؤسسه سقي الماء موجوده على الشاشه عشان اي حد عايز ان هو يتواصل معاهم ويتبرع. وزي ما قلنا ان التبرع مش لازم يبقى بقيمه مثلا البير او بقيمه خالص النخله خالص او بقيمه خالص الزيتون كله، لا صحيح. باي حاجه صحيح، اي حاجه صحيح. كل واحد يقدر ان هو يتبرع بيها ربنا طبعا يتقبلها، وما حدش عارف ربنا يدي ثواب لمين اكتر من مين الله ولا يتقبل من مين ولا يقبل مين. القليل من كما لا. يقبل الكثير، بل قد يكون القليل عند الله سبحانه وتعالى اكبر بكثير من الكثير. سبحان الله، فعلا ربنا يتقبل منكم شغلكم ويتقبل من كل حد بيطلع زكاة او صدقه او بيفكر في واحنا كلنا الناس في النهايه استاذ دعاء بنسعى في الخير، وكلنا بنسعى لخدمة فقير أو مريض أو مسكين أو أرملة أو محتاج أو واحد نفسه حد يخبط على بابه. يعني إحنا ما بنروح ونوصل وصلة مية البيت بيبقى فرحان فرحان الله. عشان إيه؟ عشان جات له حنفية. سبحان ما هو بان البيت بقى له 10 سنين ما عندوش مية. ربنا يتقبل منكم يا رب، وربنا يستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا، امين يا رب. وبشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ونسيب بقى كده مشاهدينا مع تقرير من انجازات مؤسسه سقي الماء. بدل ما كنا بنخدم عدد معين على مدار السنين اللي فاتت، قدرنا نرفع الكفاءة، والنتيجة إن أهالينا كلهم يستفيدوا واللي جاي أحلى بكتير. هو ده الشغل اللي حضراتكم وثقتوا في مؤسسة سقي الماء وحطينا فيه التبرعات بتاعتنا علشان نخدم عدد كبير جدا من أهالينا جوه مطروح. أنا اتبرعت بسك نخلة لله، وقف لله، فجيت علشان أشوفها بنفسي، أزرعها كده بنفسي وأطمن عليها، وربنا طبعا يتقبل. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، له الفضل والمنة، ثم الفضل لكم والشكر لكم إن أنتوا ساهمتوا في رفع كفاءة المحطة دي، وده إنجاز جديد ومجهود جديد مكملين فيه بسقي الماء بفضل الله، ثم بفضل جهود ومساهمات حضراتكم، ومستحضرين كلنا كده الآية اللي بتقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كلنا لما بيخلص عمرنا بتفضل بس سيرتنا، كل ما بنعيشها لغيرنا تكبر وتعيش زرعتنا، بس انت مد ايديك غيرك مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. اللي يعيش بين الناس وبيكبر كل خاطر، ربنا عمر ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. اللي عايش بين الناس وبيكبر كل خاطر، ربنا عمر ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان.